أهلا بكم متابعين قناتي قناة مصر الآن. أحمد حلمي يلتقي بنجوم الزمالك في السعودية، وغادة عبد الرازق تعلق طلعت زملكاوي. نشر النجم أحمد حلمي مجموعة من الصور له بصحبة لاعبي نادي الزمالك أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية، وظهرت في الصور مع حلمي وأبطال مسرحية ميمو مع لاعبي نادي الزمالك أحمد زيزو وعمر جابر. وعلق أحمد حلمي كاتبا: اتشرفت بمقابلتكم. وردت عليه غادة عبد الرازق وكتبت: طلعت زملكاوي. الجدير بالذكر ان مسرحية ميمو سبق وتم عرضها خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، واشاد بها عدد كبير من النقاد والاعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي الى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان اخر اعمالي حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين والنجم كريم عبد العزيز، وتم عرضها مؤخرا في جدة وحققت نفس النجاح. مسرحية ميمو بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وحمدي المنغني ومحمد رضوان ورحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة. وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الشاب الفاشل والمهمش من قبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث يكون مخالفا تماما لتوقعاته وخطتها التي رسمها لنفسه. وفي نهاية الفيديو، لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.